بحث نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير مع وزير المواصلات القطري جاسم بن سيف السليطي تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة. وخلال اللقاء ناقش الجانبان سبل زيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر وخاصة في مجال الصناعة، كما تناولت المباحثات دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين في مجال الموانئ والمحطات المتخصصة. وتم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين الجانبين لاستعراض وتحديد الفرص الاستثمارية بقطاعي النقل والصناعة.